نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إلى التفاصيل. أهلا بحضراتكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية الرئيس الرواندي بول كاجامي. عقب ذلك أقيمت مراسم الاستقبال الرسمية للرئيس الرواندي، واستعرض الرئيسان السيسي وبول كاجامي حرس الشرف. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي جمال رائف. أهلا بحضرتك أستاذ جمال. أهلا يعني بحضرتك.
أهمية زيارة يعني الرئيس الرواندي بول كاجامي في القاهرة في الوقت الراهن، ومدى إمكانية أن تمثل هذه العلاقات بين البلدين دفعة قوية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي؟ تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. بالتأكيد هي زيارة مهمة، ودلالة التوقيت دائما بتجعلنا ندرك أن الكثير من الملفات مطروحة أمام القادة للنقاش، سواء ما يتعلق ب التعاون الثنائي ودعم هذا التعاون الثنائي الممتد في الحقيقة منذ يعني أبعاد تاريخية كبيرة جدا، ومصر من أولى الدول التي كان لها تمثيل دبلوماسي مع رواندا، وأيضا زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح إلى رواندا كانت زيارة تاريخية ودعمت العلاقات، وكانت أول زيارة لرئيس مصر إلى رواندا، وأيضا تبعها زخم في العلاقات الثنائية انطبع في الحقيقة على عدد مجالات زي النقل، الزراعة، الري، وايضا المجال الصحي وغيرها من اطر التعاون، وايضا ظلت التشاورات ولا تزال السياسيه والتفاهمات السياسيه والنقاشات حول القضايا الاقليميه طوال الوقت متواصل ما بين القاده، وبالتالي على الصعيد الثنائي فهناك تنامي ملحوظ في العلاقات، وهذه الزياره تدفع بهذا التعاون الى افاق ارحب، خصوصا في ما يتعلق بالشق الاقتصادي. نتحدث ان مصر الان اصبحت لديها تجارب تنموية رائدة في القارة الأفريقية في مساعدة الأشقاء ومساندة الأشقاء في مشروعاتهم العملاقة، زي تاد جوليس ميريري في تنزانيا، زي مشروعات الري في جنوب السودان، زي الكثير من المشروعات التي تقوم بها الدولة المصرية في مجالات البنية التحتية لدعم خطط التنموية للقارة الأفريقية. ومن ثم أعتقد أن هذا المجال سوف يشغل حيز، خصوصا أن رواندا يعني بتدعم أيضا خطتها في البنية التحتية ولديها طوال الوقت دعم لمشروعات الري والموارد المائيه، ومصر رائده في هذا المجال سواء على صعيد التجارب المحليه كما نرى من مشروعات، او حتى على صعيد التجارب الاقليميه التي تقوم بها مصر في القاره الافريقيه، ايضا على صعيد التشاور الاقليمي. اعتقد ان الكثير من القضايا مطروح، يعني نتحدث عن السلم والامن القاري بشكل عام، نتحدث عن منطقة القرن الأفريقي وشرق القارة الأفريقية، وفي هذا التوقيت نحتاج إلى الهدوء وإلى السلم وإلى الاستقرار في هذا النطاق الجغرافي، لأن القارة الأفريقية لا تحتمل يعني المزيد من التبعات الاقتصادية نتاج هذا الصراع الدولي، وبالتالي علينا أن نعزز من الشراكات الأفريقية الأفريقية وأن ندعم الاقتصاديات الأفريقية من خلال التعاون ودعم يعني المنظمات الافريقيه الاقتصاديه زي كوميسا، وايضا دعم الاتحاد الافريقي للعب دور في تهدئه الاوضاع في القرن الافريقي بالتحديد. ومن ثم اعتقد ان هذه ايضا ملفات يعني في غايه الاهميه ودائما بتكون مطروحه ما بين القاده، ويعني على صعيد ايضا يعني كمان تشاور حول تداعيات الازمه العالميه. بالتاكيد هذا الملف اصبح مطروحا امام كافه القاده في مختلف نقاشاتهم، لان الازمه الاقتصاديه العالميه وما يحدث في العالم اصبح يعني له ظلال على مختلف استاذ جمال العالم. في الواقع رواندا يمكن معبر تجاري ونقطه تواصل بين الدول، تحديدا الدول المجاوره ودول حوض النيل. اهم وابرز المجالات التي تعتلي او تتميز بها رواندا طبعا التكامل، عمليه الاقتصاد التكاملي وايضا الالكتروني. كيف يمكن ان يحدث تعاون بين مصر ورواندا، خصوصا مصر اعتلت التكتل الاقتصادي المعروف بالكوميسا، ثم رواندا كانت من اوائل الدول التي وقعت هذه الاتفاقية؟ بالتأكيد يمكن حينما نتحدث عن مصر ورواندا دائما نتذكر أن رواندا هي تجربة اقتصادية رائدة، أحد العشر دول الأولى في العالم في معدلات النمو، وأيضا مصر تجربة أيضا أفريقية عربية رائدة تحقق الآن نموذج يحتذى به، وتجربة فريدة من نوعها اقتصاديا وغير مسبوقة في الحقيقة. وبالتالي التعاون والتكامل ما بين تجربتين افريقيتين في هذا التوقيت في غايه الاهميه، ويخدم المصالح المشتركه ومجالات كثيره كما حضرتك اوضحت، خاصه مجالات الشمول المالي والتكنولوجيا والرقمنه، وهذه مجالات رواندا بتوليها اهتمام كبير جدا لانها ادوات السوق الحديثه وادوات ايضا يعني دفع الاقتصاد. ومصر ايضا لديها الان خطط كبيره جدا، والجميع يعني يلمس على ارض الواقع التطور الملحوظ في مجالات الرقمنه والشمول المالي وغيرها من ادوات او الادوات الاقتصاد التكنولوجي، وايضا رواندا لديها تجربه، وبالتالي التكامل والتعاون في هذا الامر في غايه الاهميه. ايضا رواندا لديها موقع جيوسياسي وتجاري مهم جدا، وتحتل موقع جغرافي يميزها ويجعلها معبر للكثير من الدول المحيطه بها، سواء في اتجاه القرن الافريقي، سواء في نطاق جنوب القاره الافريقيه، او حتى
في شرق القاره بشكل عام، ومصر طبعا يعني موقعها الجغرافي يعني مميز وله طبيعه خاصه، بنتكلم على بوابه افريقيا الى اوروبا والى اسيا ايضا، ومن ثم التعاون هنا يخدم مش بس التجاره البينيه ما بين مصر ورواندا، ولكن من الممكن ان يخدم المصالح الاقتصاديه الافريقيه لشرق القاره وتجمع الكوميسا ايضا، خصوصا مع رئاسه مصر لتجمع الكوميسا، خصوصا ان تعزيز فكره التجاره البينيه ما بين دول القاره يجب ان يكون مطروح خلال الفتره القادمه. نتحدث عن معدلات تجاره بينيه ما بين دول القاره لا يتعدى ال 15%، وهذا رقم بالفعل. يا فندم الكاتب والباحث السياسي جمال رائف، شكرا لحضرتك. ولمزيد من المتابعة لزيارة رئيس رواندا للقاهرة، معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي الأستاذ خالد العسوي بوكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ خالد، بعد التحية، العلاقات المصرية الرواندية المتميزة كيف يمكن البناء عليها في ترسيخ التعاون المستمر بين دول حوض النيل؟ طبعا بتحية على حضرتك وعلى كل المشاهدين الكرام. أعتقد أن الزيارة ربما تكون كما حضرتك اشرتي بناء على العلاقات القويه والتاريخيه ما بين مصر ورواندا، وتحديدا ما بين مصر والقاره الافريقيه السمراء، باعتبار ان مصر جزء اصيل من القاره الافريقيه ولها علاقات وثيقه وعلاقات تاريخيه مع العديد من الدول من بينها رواندا. طبعا رواندا ايضا تتميز حجم العلاقات ما بينها وما بين مصر بسبب مشاركتنا في نهر النيل والمشروعات التي تبنى ما بين مصر ورواندا في قطاعات عده، يعني تاتي الزياره ايضا في ظل التطورات الاقليميه والدوليه، وكيف يمكن ان تكون القاره السمراء هي بديل اساسي وقوي للمتغيرات الاقتصاديه التي تواكب الاحداث الاقليميه والدوليه في الوقت الراهن. وايضا ربما يكون وجود الرئيس الرواندي اليوم، ويعتبرها الزياره كانت قبل ايام قليله مع عدد من زعماء وقاده الدول الافريقيه، هو في اطار العلاقات التي بناها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي مع زعماء وقاده الدول الافريقيه، بان تكون علاقات شراكه وعلاقات تعاون مستمر وتعاون مشترك ما بين البلدان وبعضها البعض، في ظل الظروف الاقتصادية التي تحاكي الأحداث الحالية على مستوى العالم، والقارة الأفريقية جزء من هذا العالم. ربما حديث فخامة الرئيس الدائم والمتكرر في المحافل الدولية والإقليمية والعالمية بشأن القارة الأفريقية وكيف عانت هذه القارة في العديد من الظروف، سواء الظروف السياسية أو الاقتصادية أو حتى الآن الظروف المناخية، ونحن على مقربة وعلى مقربة من المؤتمر الدولي للمناخ في مدينة شرم الشيخ صحيح. نهاية هذا العام، وبالتالي أعتقد أن تبادل وجهات النظر، وخصوصا وأن القارة الأفريقية دفعت ثمنا كبيرا وثمنا باهظا أيضا بسبب المتغيرات المناخية التي خلفتها صحيح. الثورة الصناعية في الدول الأوروبية والدول المتقدمة. نعم، هنا أستاذ خالد، يعني طبعا السياسة الخارجية المصرية تغيرت بصورة كبيرة في عدة السنوات الماضية منذ تولي سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يولي أفريقيا اهتماما كبيرا، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس مصري يزور رواندا، يعني ده كان عام 2017. والحقيقة أنه مهم جدا نتحدث عن فكرة الدعم المصري لإفريقيا وتبعات ذلك على ثقل المصري في العالم ككل، في ظل التحديات الكبيرة اللي بيشهدها العالم من تكتلات وتغير حتى في شكل هذه التكتلات حسب المصالح. بالتأكيد، وإن كان حضرتك، أنا بأكد على كلام حضرتك وبقول كمان إنه
فخامة الرئيس فتح السيسي حينما تولى زمام الأمور في البلاد منذ 7 سنوات الماضية وهو يضع في نصب عينيه كيف يمكن أن تكون العلاقات المصرية سواء مع أفريقيا أو غيرها من بلدان العالم قائمة على فكرة الشراكة والمصالح المشتركة والاهتمام وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. وهذا هو الحديث الآن أن الزيارات المتتالية لزعماء وقادة الدول الأفريقية إلى القاهرة تؤكد قوة هذه العلاقات وكيف كانت هذه العلاقات في مرحلة من المراحل يعني يميزها الجمود السياسي إن صح التعبير، والآن أصبحت في حالة من يعني المرونة وحالة من القوة وحالة من القدرة على أن تتواكب هذه العلاقات في إطار التعاون المشترك وفي إطار التبادل المشترك أيضا. طبعا كانت مصر وما زالت وستستمر تقوم بالعديد من المبادرات الأفريقية من أجل القارة السمراء، وخصوصا وأن فخامة الرئيس حينما يتحدث عن المواطنين المقيمين هنا في القاهرة من القارة الأفريقية باعتبارهم مواطنين مصريين، يمكن مبادرة فيروس سي والقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض المزمنة ربما كانت هي المثال الحيوي والمثال الحقيقي على قوة هذه العلاقات، حينما أصدر فخامة الرئيس تعليماته بأن تكون الدول الأفريقية والدول الصديقة ومن يقومون على الأراضي المصرية من القارة الأفريقية نعم يتم التعامل معهم كأنهم مواطنين مصريين حتى تقييم صحيح واشتراك في كافة الأنشطة والدورات المختلفة في مصر. بشكرك شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الأستاذ خالد العسوي، كنت معنا عبر الهاتف. علاقات تاريخية وأخوية ومتميزة في جميع المجالات هي العلاقات الثنائية بين مصر ورواندا، وقد اكتسبت هذه العلاقات ضخما كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعزيز العلاقات مع جميع الدول الإفريقية خاصة دول حوض النيل. على مدى تاريخها الطويل ظلت العلاقات بين مصر ورواندا عريقة ومتميزة، مدعومة بما يجري بين البلدين من شريان واحد يمد كل منهما بالحياة متمثلا في نهر النيل الذي يمثل لهما مرتكزا وأساسا قويا للعديد من مجالات التعاون. فالروابط التاريخية بين البلدين تحدت اختلاف الجغرافيا وقساوة المناخ ونسجت علاقات دبلوماسية وإنسانية وتجارية أسهمت في خلق حضور مصري في عمق هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا. فإحنا دايماً مدين إيدينا وحنمد إيدينا دايماً لأشقائنا بالسلام والاستقرار والتنمية والرخاء، نتبادل الخبرات ونتعاون من أجل مصلحة شعوبنا. أنا بقول لنفسي وبقول لكل أشقائي في إفريقيا والفخامة الرئيس بول إن إحنا شعوبنا تنتظر منا الكثير، واحنا مسؤولين امام الله سبحانه وتعالى وامام شعوبنا لان احنا نحقق لشعوبنا ما يتطلعون اليه. منتصف أغسطس من عام 2017 التقارب المصري رواندي يأخذ كل أبعاده ودلالاته بالزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رواندا، وكان اللافت فيها حفاوة الاستقبال من قبل الرئيس بول كاغامي وكبار المسؤولين. الرئيس السيسي وقف أمام نصب التذكاري للمذابح العرقية والإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا منذ عقود، ووضع إكليلا من الزهور أمام النصب الذي يؤرخ لواحدة من أبشع الإبادات الجماعية في أفريقيا. الزيارة جاءت مناسبة أكد خلالها الزعيمان عزمهما العمل من أجل إرساء شراكة قوية مبنية على أساس تعاون فعال يرتكز على تبادل التجربة وتقاسم الخبرة، واتفقا على اتخاذ مبادرات ملموسة لتعزيز تعاون ثنائي متين ومتنوع يعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وعكست زيارة الرئيس السيسي الأولى من نوعها لرواندا إرادة مصر الواضحة المتمثلة في أعلى مستوى لها في الانفتاح أكثر على شرق أفريقيا وتنويع شركائها في أفريقيا وتوسيع نطاق نموذج التعاون الذي طورته مصر مع شركائها في القارة السمراء، واتفق على استثمار أوجه التكامل بين البلدين ضمن شراكة تعود بالنفع على الجانبين، والعمل من أجل أن يكون كل من البلدين بالنسبة للآخر بمثابة نقطة ارتكاز في الدفاع عن المصالح المشتركة، وذلك على المستويات الإقليمية والقارية والدولية. الرئيس بول كاغامي أعرب عن تقديره لدور مصر الرائد في مجال السلام والاستقرار والتنمية في أفريقيا وجهودها المبذولة في مجال التنمية المستدامة، وسجل إعجابه بالتجربة المؤكدة والخبرة المعترف بها لمصر في مجال التنمية الشاملة والمستدامة إلى جانب معرفتها بتحديات أفريقيا وتشبثها بالدفاع عن مصالح القارة، مما يجعل من مصر بحق معبرة عن صوت أفريقيا في جميع المحافل الدولية والإقليمية. الاستفادة من أوجه التكامل بين البلدين يدعمه مزايا تجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا، خاصة أن رواندا من الدول التي طبقت تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 100%، وهو ما مكن المنتجات المصرية من تحقيق رواج متزايد بالسوق الرواندية، ولم يمضي عام 2017 حتى شهدت سوق الإنشاءات والعقارات في رواندا دخول 9 شركات مصرية انضمت للعمل تحت مظلة جمعية التجارة بين رواندا ومصر، كما تعمل المنتديات الاقتصادية على جذب رجال الأعمال ومنحهم فرصة للتعرف عن قرب على الأسواق المتاحة وفرص الاستثمار. أود أن أؤكد أن مصر ورواندا تتفقان على أهمية العمل الأفريقي المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية والتعامل مع مختلف الأزمات والتحديات التي تواجهها القارة، فضلاً عن أهمية تفعيل جهود الإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي التي يطلع الرئيس كاغامي بدور هام لتحقيقها. وفي دلالة على التزام مصر بتحقيق تطلعات دول القارة الأفريقية، يحل الرئيس الرواندي ضيفاً على القاهرة لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة متميزة بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين ويساهم في النهوض بالتنمية البشرية والاقتصادية وترسيخ الوحدة والتضامن بين الشعوب الأفريقية. أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد خلاله تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام، كما شدد الرئيس السيسي على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين. هذا وقد أعلن التحالف العربي باليمن عن تنفيذ ضربات جوية ضد مصادر التهديد بصنعاء والحديدة، وذلك ردا على سلسلة هجمات قد استهدفت السعودية وتبناها المتمردون الحوثيون في اليمن، كما دعا التحالف المدنيين إلى عدم الاقتراب من أي موقع أو منشأة نفطية في مدينة الحديدة. كان التحالف العربي قد أعلن أمس أن عملية عدائية قد استهدفت محطة لتوزيع المنتجات البترولية والتابعة لشركة أرامكو في جدة، كما أعلن التحالف سقوط مقذوف معاد على محطة لتوزيع الكهرباء بمحافظة صمتة جنوب غربي السعودية، مما تسبب في اندلاع حريق محدود. من جانبه أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان أن الحوثيين يستمرون بالرفض دعوات للحوار وبالرد بأعمال إرهابية وبهجمات عسكرية، وقد اعتبر أن الهجمات الحوثية على منشآت النفطية السعودية أعمال إرهابية، ومدينا الهجمات الحوثية على السعودية.
بكلمة عبر الفيديو كونفرنس أمام منتدى الدوحة الدولية، اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي أن تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي يشجع على حيازة هذا النوع من الأسلحة على حد قوله. ودعا زيلانسكي في كلمته الدول المنتجة للطاقة إلى زيادة الإنتاج كي لا تستخدم روسيا ثروتها من النفط والغاز لابتزاز البلدان الأخرى على حد تعبيره. Resources needed for agriculture. Why they doing this? Our country will have enough food still, but the